الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه تغني عن كل هذه المشاكل. طيب احنا كمواطنين مساله الوقايه اللي سيادتك بتتكلم عليها نعمل ايه؟ نمره واحد يا فندم، نمنع الاسباب التي تؤدي الى هذا. اولا نهتم بشده بتدفق المياه داخل المنازل، مواسير المياه. لو حد عنده تانك مياه فوق بيخزن فيها المياه لازم يتاكد انه نضيف، يتاكد ان ما دخلوش حشرات، يتم تنظيفه باستمرار ويتم تغطيته باستمرار. لو سيادتك حد بيخزن مياه في البيت، في جركن او في اي حته تحتوي هذه المياه لابد يتاكد من النظافه. كل اللي بنشتريه من بره، كل اللي بنشتريه سواء فاكهه سواء خضار سواء اي نوع من الاكل لازم نتاكد ان تم تداوله بطريقه سليمه. وبعدين احنا لما نجيبه نعمل غسيل جيد جدا، وساعات بنحط نسبه من البروتينات البوتاسيوم على هذه الخضروات او هذه الفاكهه عشان نتاكد انها نظيفه. العيش تداوله الخبز او اي مخبوزات لابد نتاكد انها جايه من مكان سليم، وان اللي بيتعامل معاه ويدهاني يكون لابس جوانتي او ايده نظيفه. وحاجات اخرى كثيره جدا، وزي ما قلت لحضرتك اي اعراض مرضيه غير طبيعيه سواء في الاطفال او الكبار، خاصه في الاطفال وكبار السن او اللي عندهم امراض مزمنه، لابد يبقى في حرص شديد جدا على الوقايه.